Roubei, roubo, alaiê. Roubei, roubo, alaiê. Roubei, roubo, alaiê. Roubei, haracata kene. Roubei, roubo, alaiê. Roubei, roubo, alaiê. Roubei, roubo, alaiê. قادر كيني حتى انت لي يا هوبا حتى انت اينان هو مرتلي حتى انت اينان اكسان ميل حتى اينان خوبي دكوريني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذ لهانتين بنا بضا وضي الملك السودة فهد دوني ذكت شوكتان وحضرنا هاي رمضان كريم وحن إلهي كبرينا رمضان تاني رمضان نبضان أو سوصعنا إن شاء الله إنه هالكان السوبي من دونه أو برش بشي برواقعي بإنكو كارسيو وامر كلا يبرامج كده لن يردو تدبات كيبه هالمر أنو تلفيشن كقران كتشمورية دي سومالي لاني دي كسو دينو أنو كسو عسومينا دلن يركا لدوان هديهين كوا دالك وحوقبتي أو حلبانا دا أوررادة كلدوان كتشرا سياسيين تا حال أبوررادة فنانين تا يقف كستوان سلنا هاي بالشدة وحبوك سكر لنا يا أيان برامج كان كوار سنة فرصنا وسنا وحي وقبتين وهركن كجور رما ما وحى وربين وقبته تضبعت كان برامج كوحنا وقوم ارتياح وحلي باندا ليراه وأنا كان سلي هاي تنانو قوجهاي وغيري هاي حلي باندا الصومالي لان وحوك سو شيء ذا أما وحلي بان كي هاي قبل كسنة مجال ذا عيرك أبو وحلي بان محمود ورسمت شمع كسرو تلفيشن كقرنك بسم الله الرحمن الرحيم وان كودو هاي حرونتا تلفشن قرنك سومالان خاصة برنامجك لليردا واي هذي تير عليكم مرتي قليان سيدا هاي صحفية سينا من ورشيكتي داير تكل الدوان اقايبها كل الدوان بلوشادا رير سومالان هذي ادبان وقودو هاي ادنو ان كوكو مهاد نغايا صحفية سينا محمد عبدي ايو كامرمانين تكلايها الرايق توقبه هذه آد بعض مهاتصنت هاي ما هدا وضي المركي يقول ريسي إن حلبان محمود أنا كسر عالسنو برامج كذا اللي يردا مديم كلاجت شو قصة حسن نضاد أيه وحن برامج كذا اللي يردا كسر عالسنو محمود وضيارتين تكير صدق حسن نضاد كور المحمود إن حلبان هاي كتر تم ربعين كتر تم شقدر حلبان نمو هم بدن كتشرو وح بدن كور رمايا والمرك هدا وضي اللي انت عنن مركلة محمود ورئيس سنة وحي وقب صمي أنا وحي يريد كتصو وقت قاسي يقوب تاق روح تبضلنا بورت الدالان وشوقني يو ورئيس سيقيان لي شي حلبان كا وقت قاسي لكن حلبان هاي قار ما تقوان سلطي إنا السوشر رحضة وحن قوان سلطي إنا السوشر رحضة كدب مركي كلها بارلمان كي تمريد سومالان يو قدوميا كي هاي مداني عبد الرحمن محمد عبد الله غيرو يو حلبان دي بارلمان كي كوف لقد دورتي شعبك إن عدك شعبك تتكن شمريد السومالان أي ميل مريان أما هنسيحيين إن دايرتي هوينك أي كفورين دبركي سياسة دا ونو قولادين إنو سو ترتمان تورشو إنك تلك كسو فولو أيو كسو ريسو تورشا دا قولاها ديگانكو تاسوانو أدو سو دويني وغانا ما هدنقني رونتي حكومة دي مكا تكتانا أي لقادتي ميل مريسي يغي قولا قورتي با مركي تاسي تيمي أيان وحانها إقالي تمعا إن أنا دائرة كيف هذه استو دور كاسي هسد دائرة لوفري استونا سوشر حقولها تيجان كده ما دار جابه هدي بقى بكوسي أو أنا سيبي يلا تيناد استو سوشر حد أدو لي بقى قاعد هن كاجا ما يرينا تكنا قطو لا سمي هاي هاي إن دل بنعبش كده اللي يرضي نكون حشرنا حد اللي يرضى وقبنا كده وحن وقبنا يا إيمي كوحن هاي نين دل يرا وحن كنا لهي مجال ذي دي غرقابه وحن شو قدر كييو هيو وحن كتير عن مرحلة عادوا في عن أردن يرني ما كان يسبدون عن كيف هذي سن كرو هدي تاي شقو يهدي كلا تاي سياوة كلا يعني استا تكلي يجو كلفتاي إن دور كسياسة دا كل هدي عن كأن سلان كيس كوفولو وحوي إن أردن يرده كودي رجليو إن يوسف ديار جروبان معمول كا معموس كا يوحك قبض كدلكو دلكو ده هيو iyagoo kaga tanaasulaya tahriibta iyo balwadaha si aan taa u horseedo dhalinyaraduna ay u noqoto mid u diyaara ama wax ka qabanaysa dhulkoodii anigu waxaan ahay ama aan doonayaa inaan dhalinyarada u qabto
inaan ka wacyi geliyo taariibtii balwadaha anigoo ka duulaya inaan ku soo dhaweeyo maamulkii mas'uuliyadda waxaan u qabanayaa oo iga go'an oo aan waqtigayga u siinayaa oo aan damacan ii galay inaan horumariyo adeegooda waxbarasho adeegooda caafimaad firfircoonida iyo xirfadaha dalka inay qayb libax ka qaataan una abuuro shaqooyin iyadoo aynu shaqooyinka ay ku habboon yihiin aan doonayo haddii aan hanto kursiga inaan sida ugu dhaqsaha badan midigtooda ka taabsiyo waa tahay aad iyo aad baad umahadsan tahay mar kale bulshada somaliland way kala duwan tahay codkooda kuwebaad maanta ku faanaysa sidada qayb weyn baad kaelisa ma dumarka ma dhallinyarada ma ragga waxaan ku faanayaa oo aan kalsoonida aan isku soo sharaxay si buuxda uga haystaa dhallinyarada iyo haweenka oo aan filayo runtii inaanii kala hadhay waa tahay gobolkani sanaag magaalo madaxdiisa ceerigaab waa gobol ballaadhan in badan oo horena waxaa ka shaqaynayay golayaal deegaan hore maxaa cusubaad adugu kusoo kordhinaysa haddii aad ku guulaysato waxaan cusub oo aan ku soo kordhinayaa golihii deegaanka ee uu hore u lahaa oo ka koobnaa 20 xubnood loona igmaday horumarinta degmada ceergaabo iyo agagaarkeeda waxaan ku soo kordhinayaa inay noqdaan kuwa cusub ee aynu filayno anigu ka mid ahay in lasoo doorta 20-ka kale markaan ku guulaysto ka 20-aad inaan kulmiyo ayna yeeshaan kulamo badan oo ay kaga faalloonayaan kuna horumarinayaan tayeynta iyo koruqaadka magaaladooda runtii hadday kulmaanna waa maskaxa badan waxaa ka soo dhex baxaysa iftiiminta iyo xuquuqqabadka iyo horumarka magaalada ceergaabo inay ahaadaan kuwa si joogtaa xidhiir qoto dheer uga dhexeeyo garanayana xilka qaran ee ay u hayaan bulshada reer ceergaabo islamarkaana waqtigooda iyo kulamadooda ay uga faa'iideeyaan horumarka magaaladooda una hiigsadaan magaalooyinka madaqadan jamhuuriyadda somaliland waa tahay maxamuud magaalada ceerigaabo way in badan maynaan joogin khaasatan barnaamijka dhallinyarada iga soo booqday iyo aniguba indhaha waxaan ku arkay magaalada oo kale inay yara bilaa wado oo kale qaabokaasoo kale waxma ka duwaynaaba sidan haddii aad ku guraysato haa waxbaan ka duwayaa waxaan aaminsanahay inaan ahay maskax cusub oo garabsanaysa muruq cusub iyo maskaxo kale oo badanoo cusub taasina ay keeni karayso in muhiimadda aan siiyo biliicda magaaladu inay noqoto mid ku dhaafta magaalooyinka jamhuuriyadda somaliland inay hesho wadooyin laamiya oo ay kula tartanto magaalooyinka jamhuuriyadda islamarkaana ay noqoto ta ugu bilicsan magaalooyinka waxyaabaha aan u horseeday waxaa ka mid a cidda iminka guryaha samaysa dadweynaha reer somaliland waxa weeye daayarta ama lamaani soo kordhisa saalaajigeed waxay ila ogolyihiin dhallinyarada reer sanaag ama reer ceergaabo anaan ku boorinayaa lamaano walba oo aqalgalkoodu ka dhacay magaalada ceergaabo inay hal geed ku beeraan magaalada si ay u noqoto mid bilicsan aniguna waxaan uga ballanqaadayaa wadooyinka ay geedadka ku beeriyaan inaan laamigii hareeraha ka raaci lahaa aan sida ugu dhaqsaha badan u marin doono haddii aan la yari waa tahay maxamuud ma guursatay weli anigu may weli maan guursa waxaad ka mid tahaan u malaynayaa qolyaha dhirta beerido qolyaha u diyaarka inay ugu horeyso ayaan ka mid ahay aada iyo aad baad umahadsan tahay mar kale waxaan leeyahay ramadaan kariim maxamuud waxaan ku weydiin lahaa in badan baa marka doorasho la gelayo la ballan qaadaa wax waxaasaan qaban doonaa waynu ka aragnay kuley hadday xildhibaanada tahay hadday qof kasto xil doonaya qof dhallinyaraa baa tahay maxaad kaga duwanaan doontaa xilalkii hore inta loo ballan qaaday aan rumoobin aadkayga ku wajahan doorashooyinkan soo socota aan dadweynaha ku kasbanayo ama u sheegay wuxuu noqon doonaa mid aan kaga duulayo doorashooyin badan oo ay galeen oo wax badan loo ballanqaaday waxna ka rumoobeen waxna aanay weli soo gaadhin inaan anigu noqdo kii ilaahay ka dhigo inaan u rumeeyo anigoo uga markhaati marakacaya inaan noqon doono golaha deegaanku mid joogi doona degmada ceergaabo gudihiisa hawshooda iyo xafiisadooduna ay noqon doonaan magaalada islamarkaasina jaanis badan iyo waxuqabad badan aan dhexdooda la joogi doono uguna dhabayn doono waa tahay maxamuud markaynu tumo sharaxnimada halkaa yara dhigno waxaad ii sheegtay inaad dhallinyarada in badan isku duuban tihiin magaalada in badan baa inaad daawanayso dadweynaha ka mid a oo jecel inay ogaadaan xaaladda dhabta ay ku sugan yihiin dhallinyarada gobolka sanaag magaalo madaxdiisa ceerigaabo bal maxaa waxyaabihii u qabsoomay dhallinyarada muddooyinkeenu kusoo gudubnay dhanka waxbarashada dhanka ciyaaraha adoo inoo soo koobaya maxaad inoo sheegi kartaa waxaa u qabsoomay ay ilaa haddana ku hawlan yihiin horena usii marin doonaan inay ka dhisan yihiin dhinacyada ciyaaraha
sports ka oo iminka ay magaalada ka jiraan gruubeysi ama urura badan oo aad ugu adeega dhalinyarada iyo horumarkooda iyo muujinta firfircoonidooda kuwaasi oo ku beeskareysan dhinaca waxbarashada ciyaaraha iyo caafimaadka ayna tahay inay iyagu u fara duuduuban yihiin dhammaantoodba siday xoga qaban lahaayeen islamarkaasina ay iminka ku baraarugsan yihiin hawshaana gacanta ku hayaan siday horumar uga gaari lahaayeen daawadayaal wada daawatay buurta quruxda badnayd ee aan raahdo daalo oo waqtigaasi weliba aan roobab ka diin saddex sannadood ka horbay ahayd waa marba barnaamijka dhallinyaradu gobollada dalkao dhan u tegay ka warqabidda xaaladda dhallinyarada iyo bal waxa ay ku sugan yihiin maxamuud oo waqtigaan la kulmay dhallinyaro ah oo hami badan u hayay siyaasadda iyo inuu xildhibaan noqdo ayaa mar kale waxaan ku kulanay telefishinka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland xaruntiisa magaalada hargeysa ka waran barnaamijka maxaad xasuusatay waqtigii yaraa aan dadweynaha u sii deynay markaynu waraysigaasi kula yeeshay bismillaahi raxmaan raxiim runtii farxad weyn bay ii tahay inaan nasiib u yeesho saddex sanno kabacdi inaynu waraysi labaad ku kulanno xarunta telefishinka qaranka soomaaliland caasimadda hargeysa waqtigaas waxaynu joognay saad sheegtay buurta dalxiiska ee daalo runtii waxa weeyaan waqti quluubtayda iyo qalbigaygaba aada ugu qoran waqtigaas wuxuu ahaa waqti aan hami fog iyo himilo dheer baan u hayay inaan gaadho halkii aan hiigsanayo ahayd golaha deegaanka degmada ceergaabo nasiib wanaag waan gaadhay kursigaan maalintaa doonayay maanta waan joogaa maalintaas waxay iigu qoran tahay iiguna xusan tahay intaan la gelin kaambeynkii intaan la bilaabin ololihii intaanan fagaarayaasha iyo dadweynaha isba gaadhinin barnaamijkii telefishinka qaranka waqtigaa aada igu martigelisay islamarkaana aada ii baahisay wuxuu sii baray bulshadayda waxayna ii gudbisay fariintii aan xambaarsanaa aan doonayay inaan dadyooga gaadhsiiyo taa beddelkeeda waxaan ku helay oo tiro badan iyo inaan gaadho halkii aan rabay aada iyo aad baan kaaga mahadnaqayaa adiga iyo telefishinka iyo howlwadeenadiisaba guushii aan aaminsanahay inuu gaadhsiiyey barnaamijkaasi wuxuuna ahaa mid mug iyo miisaan ku laagtayda maxamuud waxaynu dib ugu yaro noqonaynaa noloshaadii hore maxay iska bedelay noloshaadii hore iyo markii aad xildhibaanka noqotay maadaama tahay qof dhallinyaro ah runtii waxay iska bedelay wax aada u badan oo aanan halkan kusoo koobi karin haddaan qalin u qaatana aanan buugaa ku dhammayn karin iminka waxaan ka mid ahay mudanayaasha golaha deegaanka ee degmada ceergaabo oo ka kooban marka aniga layga reebo 20 mudane waxaanu u arriminaa ama aanu mas-uul ka nahay sharciyadda degmada ceergaabo lagu hagi lahaa muddada 5 sannaa aanu xilka hayno iyo haddii loo kordhiyaba waxaanu mas-uul ka nahay bulshadeyna soo dooratay waxay naga sugayaan oo aanu ka amahanay codkoodii waxayna naga rajaynayaan inaanu waxqabad kusoo celinno waqtigii waqtigaa ka horreeyey laga bilaabo bishii 2012-kii waxaan ka mid ahaa daayarta degmada ceergaabo waxaan ka mid ahaa bulshada meelaha iska joogta maanta laakiin waxaan ka mid ahay mas-uuliyiinta heer degmo waxaan noloshayda kusoo kordhay aqoon aada u badan waxaan kusoo kordhay mas-uuliyad aada u badan waxaan dareemayaa inaan xil culus u sido guud ahaan qaranka soomaaliland gaar ahaanna shacabka reer ceergaabo tilmaanta aan bixiyaa waxay ka turjumaysaa golayaasha deegaanka ee soomaaliland midabka ay u dhigan yihiin waxaan kusoo baxay cod one man one vote oan ku tartamay 174 xildhib musharax oo ka tirtamayay degmada ceergaabo ayaa nasiib u yeeshay shacabka degmada ceergaabo inay codkooda siiyaan waxaa farxad gaaraya in codkii ugu badnaa guud ahaan gobolka tirooyinkii ugu sareeyey inaan soo gaadho taasi waxay dadku igu siinayeen maskax cusub nin dhalinyaraa oo firfircoon inaan wax badan ka bedeli doono halka ay maalinta ceergaabo joogtay waxaan aaminsanahay inaan wax badan aan bedelay aanna baraarujiyey bulsho badan oo aan markaa u malaynayay
إني هردان فوقين كجرتي وين أصلا نقدنا وحقبتك قلها ديجان كا يك هذيك فوقار كان لكن وحدوني هنا بالشدة وكتبنو أنتي أنا الحين بان كنا قلنا المحل قبل كجرتي نرش على الصدي بيا هاي إن مركن تاوجا إن أي واحد أوجان كرنا نرشن أسبوع حيك وصل كل شيء والمرك هامرك يا روح حد كحسوسته وقت جاي في فراق قدام حد قبل كرتي إن حمي جاي السياسة ده مرك لقي ما ده محد أنت بدن كوعي نايد مال لها وقبل كرتي وحن قبل كرتي وهنتي إن مجال العير جابن كسوة برباري إن دوكس جاي هوسة يكيد حي يكيد سرعة وحن كده ما يستي إن دقيمة العير جابن جوده هذا وحن قبل كرتي أنتي عن جرات سيدي إن كسوة بيري صاحدة لليرني ماذا داد الصحراء إن كل ميو دايرت عن أصحابنا هاي ميلها يكو كل مان أنا هاي ميلها حنوني ميلها ونكسنا هذا يشروح إن كل مشري قبها كبد يعيارها مرحلة دام صوم ريبة هيد وان صور دافني وحن سمين شرين بشدة مجازو عيسى ده حكشو سي لوجف فجادو إن مجازو خاتم يتكل حفران وقت جيجي عن دكسي جرد حي دكسي كسرس هو جاري وحن شلا إن المديو بالليل دام سكو حفظنا هاي وحن إن كوها مية شري مرر بدن وان مري الله بيه سد حينا عن حكاس وغبتي ورور هذا متدوعين تا فلن تري جسدا بشدة وجاديجا ورور هذا سوها ور لورن شري إن يسدو ور كلاي لورن شري إن جافو أوها إن ور كشري مجال غير جابو جوده هذا ميت كم يزح كوت تحلق شري حسوا صار كبيرها ما دام إن هيسنو خيرات دين وبيره نيبيان هيسنو تتكينون برا أي بيرتان أي حكلا صباحان برنامج كان مدير دير بنك شغيني ور كان كلي يسدون حك شغيني وعي جلين تداير تا كاسو كورتيجي بالودها يقبي على دا يو إني داير تنقطك وعقل جودة يقضي دودة بع ما عدل على فرديا لكن النقطان كوج فهذي بلش دودة مدة دا عن كتري إن داير تلحق زيدا هذه ترى عليه حليقة وحبرشة مو يعني حليقة كلام حسين شري سيدار دلني رد وجوه رمري الحيد حرف ضح يجو كيف هذه السنة يحوق جودة يديكان كود الدبيعية إن بدأ ونحسن يكون نولين إن كرديكان مده رومر سن أي نسكو حران بشدو دو أقوم تلا يتوه الجرات كله ويا الكعبة وات هاي داوريا هذه أي نصاع رجني محمود ودلني رضا كم دها محمود وترتمي الدرشاد وقال هديجان كه بالقيب تهري برامج كان ورئيس جاسي عن كل شيء عن أنت هسيك وهكيو وبلنتين وبرامج كبرامج كان حيقا وين السجون ما إنه محمود ينولش يسوي إيمي كأحل اللي بعنمه وحكى بده شيء وبدي عيار تري يدنا يرضي وكل من تري وحنا نقول عارفين تينو قيبت حكتي السجون ما إنه بولشوي هاي بولشوي حجر لي لكنه هو روح هايسا هايسا وحد هايسا عقابه هو روح هايسا هايسا وحد هايسا لكنه هو روح هايسا Harsano watan hananeedalko
barnaamijkii dhalinyarada oo martida inoogu ahaa xildhibaan maxamuud warsame jaamac. Intaynu barnaamijkan mid lamid a isugu imanayno, waxaan dilaynay rabadaan kariim, waxaan u mahad celinayaa barnaamijka iga caawiyay cabdi cumar jibriil iyo jimcaale oo cali ibraahim, anigoo sayna maxamed cabdiina waan la socodsiinayay, idhitukuna waa maxamed caqli xadi. Intaynu barnaamijkan mid lamid a isugu imanayno, waxaan ku dhaafiyaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Hubeyda kurine, hadayna, hubeyda kurine.